السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. في حلقة اليوم نتابع وإياكم جانبا من تصريحات حميتي في ولاية نهر النيل وحديثه حول الفيضانات والأضرار التي تعرض لها المواطنون خريف هذا العام. أيضا في هذه الحلقة سنتابع مجريات لقاء فولكر بالخليفة الطيب الجدود بدر وخلاصة اللقاء مع مبادرة نداء أهل السودان. وفي المحور الأخير من هذه الحلقة بمشيئة الله سنناقش مستجدات الأزمة السياسية وتصريحات مختلف الأحزاب حول مجريات وتطورات هذه الأزمة. يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة داخل الأستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور خالد حسين. مرحبا بك دكتور خالد. تحية لك الأخ ويس والتحية لمشاهدي قناة الطيبة داخل وخارج السودان. أهلا بك دكتور خالد. فيضانات هذه العام كما هو الحال في كل عام يعني تأتي مخلفة وراءها الضحايا والمدن والقرى المنكوبة وأيضا زيارات المسؤولين والوعود التي تطلق خريف كل عام. بشكل عام كيف تابعتم تحركات المسؤولين في البداية وسنلج لزيارة حميتي وما دار فيها من تصريحات؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الخريف أو هذا العام إن شاء الله يكون فيه من هذه الأمطار التي نزلت على السودان أمطار خير وبركة، وإن شاء الله يكون فيها الخير الكثير على الرغم من الأضرار التي حدثت في كافة المناطق. ويمكن يكون يعني ما لا ندركه على الأقل من فضل الله سبحانه وتفضله متابعتنا الأحداث حتى في العالم. يعني الآن كمية من الدول تشكو من الجفاف، نعم، إذا كان في الصومال، إذا كان في العراق، إذا كان في حتى أوروبا. أوروبا حتى في أوروبا يعني جفاف بصورة غير عادية، والصورة المعكوسة أو عكسها تماما اللي هي كمية الأمطار الكثيرة والكثيفة التي حطرت هذا العام. هذا من جانب. وأفتكر إن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى حتى في غياب الحكومة إن شاء الله المواطنين براهن ومن تلغاء أنفسهم يعني يدركوا هذا الخير، ويعني بين المجهودات الذاتية وعلى الأقل شبح المجاعة التي تهدد العالم كله إذا كان من الحرب الأوكرانية ولا من غيره، إن شاء الله الناس يستفيدوا من هذه المسألة. المسألة الثانية يعني كذلك هي برضها واحدة من توضح شكل الفشل السياسي في السودان منذ الاستغلال إلى الآن. نعم. ويعني بنشاهد في معظم دول العالم يعني بالذات فيما يتعلق بالبنى التحتية وما يتعلق بالبيئة والتعامل مع البيئة، التعامل معها صارم جدا. يعني وأشياء مدركة ومعروفة، أماكن السيول معروفة، يتجنب الناس البنى فيها، حتى الزراعة ليس الموسمية، الزراعة اللي بيمتد عمرها، كذلك الناس بيتجنبوا المناطق بتاعت السيول. لكن للأسف الشديد نحن في السودان منذ الاستغلال هذه المسألة تكرر بصورة مستمرة، وكما تفضلت حضرتك في السؤال يعني تأتي الأمطار وتأتي الزيارة ذات المسؤولين، تأتي الوعود، وهكذا الساقية تكون مدورة بصورة مستمرة للأسف الشديد. ودي طبعا السمة المميزة للأداء السياسي وللأداء الإداري للحكومات المختلفة على مدار التاريخ السوداني. يعني نعم. يعني حميتي زار ولاية نهر النيل وأدلى فيها بجملة من التصريحات، لكن ربما كان مستغربا أن يزور حميتي بوفد خاص يعني به نفس الولاية عقب زيارة البرهان، زيارة البرهان أيضا التي حمل فيها وعود وغيرها. يأتي حميتي بعد أيام ويتحدث عن هذه الزيارة. طبعا الكلمات حميتي من خلال رصدنا للمواقع المختلفة كان فيها تقطيع ويعني اختزال لبعض الكلمات على حسب سواء كانت المنصة الرسمية في سونا أو المنصات الأخرى التي نقلت الكلمة. حاولنا أن نجمع بعض أطراف هذه الكلمة لكي نصل لبعض أو شكل الصورة متكاملة. دعنا نستمع لي ما قاله حميتي حول هذه الزيارة. إن شاء الله ربنا يجبر كسركم ويعودكم ويجعلها رب ضارة نافعة، وإن شاء الله يجعلها أمطار خير وبركة. أنا إحنا أول شيء والله جينا نشوف حالكم وجينا نتفقد أحوالكم وجينا نشوف حالتكم كيف، لأن الإعلام قدامنا زي ما الآن شاهدنا أن إحنا شايفين الضرر كبير جدا.
عشان كده أنا والله برا الزيارة دي. ما أول ما وقع الحادث، أول ما وقع الأمطار أنا كنت في سفرة خارجية، لكن من برا أنا ضربت للنادي قلت لهم طوالي مفروض لو لاعد الجيش يوم الأحد كان جيناك يوم الأحد. وبرضو لا يفوتني أنا أشكر السيد رئيس مجلس السيادة والناس المعاول وصلوكم ووقفوا عليكم قبلنا، كان هو زيارتي بتكفينا، لكن برضو نحن قلنا لازم نصل حالنا ديل ونشوف ضررهم عليهم. الضرر الأمطار في السودان كثير، صحيح أكبر ضرر. إذا هكذا قال حميتي، يعني قال بأنه صحيح أن زيارة البرهان كانت تكفي، لكن قلنا برضو نصلكم، وأيضا لولا عيد الجيش كان جيناكم يوم الأحد. يعني البعض دكتور خالد يعني رأى في مثل هذه التصريحات حالة من التنافسية بين البرهان وبين حميتي، خاصة بأن الأوقات التي تحدث عنها حميتي نفس الأوقات التي زار فيها البرهان المناطق المتضررة. دعني في البداية، يعني هذا المشهد في الرئاسة السودانية يعكس لنا حقيقة مؤشرات ودلالات كبيرة جدا وعميقة للبؤس السياسي الذي نعيشه على الأقل منذ 11 أبريل الآن. دعني أخ ويس أستعرض معك بعض المواقف وبعض المعلومات فيما يتعلق بالمنصب الرئيس ونائب الرئيس. نبدأ لك بالسودان، يعني طيلة الفترة بتاعت الإنغاز اللي هي 30 عاما، يعني يمكن يكون أكثر الناس كانوا في منصب نائب الرئيس اللي هو سيادته بكري حسن صالح، هي فترة طويلة جدا من الزمن. ما شهدنا في يوم من الأيام يعني على الأقل هذا الوجود، على الأقل إذا قارنا بالمشهد الذي يمارسه الآن حميتي باعتباره نائب. أمشي لك برا شوية، نمشي مصر. بتعرف نائب رئيس حسني مبارك الآن؟ السيسي، نائب السيسي. السيسي ما معروف، ثم مشهور. نمشي الصورة الأكبر للولايات المتحدة. على مدار تاريخ الولايات المتحدة نواب الرئيس، يعني مثلا بايدن كان يعني نائب أوباما لفترتين رئاسيتين. لم يظهر بايدن طيلة الثمانية سنوات اللي أداهم أوباما في 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 الحكم في مشهد منفصل بعيد عن الرئاسة. إذا سألتك قلت لك ترامب نائب منو؟ بتذكرت نائب ترامب منو؟ ده نائب رئيس أمريكا. بالتأكيد لا تعرفه وأنا لا أعرف ذاته يعني. الآن النواب معروفين، بيكونوا معروفين لكن بيكون نشاطهم محدود، نشاط يعني في مش مهام محدود إفادات مش محدود، يعني أصلا في وجود الرئيس ده يعني الآن اللي هي نائبة الرئيس اللي اسمها أفتكر كمالا هاريس، كمالا اللي هي نائبة الرئيس بايدن الآن. أنا والله في تقديري هي عبارة عن ديكور، كل ما نشهد بايدن ده في مكان هي بتكون خلف بايدن، لكنها على الأقل ممارسة عمل وفعل بعيد عن بايدن ده أصلا. يعني على مستوى العالم كلهم الآن لو سألتك من بوتين نائب منه، والله بتاع رئيس الصين نائب منه، يعني ما بيكون شخصية حاضرة في المشهد بشكل كثيف تماما. لكن للأسف الشديد الموجود عندنا الآن في المشهد السوداني زي ما قلت لك ده بيعكس بؤس المشهد السوداني الموجود. المسألة في البداية يعني على الأقل منذ البداية التغيير، وأنا كان ذكرت الكلام ده قبل كده في حلقة سابقة، يعني هذا النائب الآن الموجود هو طبعا غير مقتنع بوجود البرهان أصلا عشان يكون هو المسؤول. ولولا الشكل الموجود اللي هو لابد أنه يكون الزول الأول من الجيش هو الغايد، ما كان حمتقبل بهذه المسألة أصلا. والمسألة دي كانت في البداية يعني يمكن كان البرهان يستخدم حميتي وحميتي يستخدم البرهان واو إلى آخره. وكان في كثير من الأحيان عندما تحصل خلافات ويعني تظهر الرايح للخارج تأتي التطمينات من إذا كان من حميتي ولا إذا كان من البرهان، لكن في الفترة الأخيرة المسألة يبدأ أنها انفلتت وطلعت تماما بصورة واضحة جدا. كانت تصريحات الأخيرة للبي بي سي التي تفوه بها حميتي عن الفشل بتاع قرارات 25 أكتوبر. يتصور نائب رئيس يتكلم عن فشل الرئيس في قرارات معينة ويظل هذا النائب موجود، تصور هذه المسألة، يعني هل ممكن تصور مسألة زي دي؟ المسألة الأتهى والأمر
يعني لكن ما هو ده يقول لك ده صدق، يعني صدق النائب، والنائب شفاف مع الشعب وبيشرح لهم الحقيقة. يعني النائب ده هو جزء من الرئيس، ده دي حاجة واحدة، الرئاسة دي منظومة واحدة، ما في حاجة اسمها النائب ده يعني شفافية ونائب. ده رئاسة السيادة يعني، ما رئاسة جمهورية زي ما كان. مهما كان في النهاية أنت نائب تكون في موضع النائب، وبالتالي يعني إلى أن يأتي الغدر لهذا النائب لهذا الرئيس، إذا كان بالموت، إذا كان بالاستغالة، إذا كان بالغيرة، بعد كده أنت تحل محله، وبعد كده ممكن تعتذر عن الكلام ده كله السابق. لكن في وجود هذا الرئيس دي فت في عضة هذه الرئاسة، ودي صورته المنعكسة بصورة سالبة جدا الآن في المشهد السياسي السوداني الآن. ما في كبير الآن محترم يعني حتى في كل شيء. لكن يا دكتور نعم. انت يعني هسي بتنكر على حميتي، مش كويس انه يعني يصل الناس ويقدم المساعدات، يعني يجي البران يجي حميتي كده جايك في المساله دي. انا ما كده خلينا نكمل الحكايه بعدين. ياتي زي ما قلت لك، جاء الانتقاد في 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 البي بي سي عن قرارات البرهان، ودي لو كان اي نائب رئيس او اي رئيس في حته في الدنيا ما كان الرئيس قاعد في اليوم الثاني موجود في محله نائب الرئيس. لكن على الاقل التركيبه الموجوده وفي العسكريه ذاته لسه الموضوع اشد. طبعا ولكن المشهد السوداني وتكوينته دي مساله ثانيه. المساله الأسوأ من دي مش تصريحات البي بي سي، اللي هي هذه الزياره، وانا بفتكر الزياره ضرار كالمسجد الضرار. يا اخي ما ممكن الرئيس زار الـ هذه المنطقة المتأثرة وتحدث معاهم وراهم الأشياء اللي ممكن يعملوها وإلى آخره، تأتي أنت لنفس المنطقة في حين أنه في كمية كبيرة جدا من المناطق المتضررة كان يمكن تمشي له. وفي كلامه أنا حضرت كلامه، يعني كان في كسلة، بيتكلم عن كسلة، بيتكلم عن القضاري، قال لك ما قادرين نمشي القاش، يعني حتة القاش ما قادرين نصلها. القضاري يتكلم كل المناطق الآن يتكلم عنها في خطاب، وأنا شفتها يعني ماسك أدوه ورقة وشي ما كان عارفة. أدوه ورقة لحقوها له، بدأ يقرأ من الورقة المناطق المتأثرة. كان ممكن يمشي لأي، طالما الرئيس جاء يتزوكي خلاص، يعني أنت حتعمل شنو غير عمل الرئيس. المسألة الثانية يعني لكن جاب مساعدات إضافية وجاب حاجات إضافية، دي برضها واحدة من الإشكالات. تماما دي واحدة من الإشكالات. يعني أنت في النهاية بتعمل لشخصك وليس للرئاسة، بتعمل لصالح ورقك وليس للرئاسة، وليس لصالح ورقك هنا للتنافس مع الرئيس. مش كده وبس. يعني الشكل بتاع الكلام وبتاع يعني حتى المفردات اللي استخدمت هي زي النفي لما عمل البرهان او من التقليل بتاع البرهان. وده في البدايه يظهر التنافس ده، يعني التنافس بصوره غير عاديه. يعني خلينا نذكر المشاهدين يعني بجزء من كلام برهان طبعا، حينما ذهب استمع للاهالي ثم حتى ذهب لمناطق التعدي وتكلم، حتى وجاب ساق معه اردول ويتكلم عن قضيه المسؤوليه المجتمعيه وانه ستصرف مبالغ لمساعده الناس. هذا نشاهد جانب ما قاله برهان مع نشاهد معه. حاجة مخزنة وحاجة مسرفة، إن شاء ربنا يسد كل الناس. نحن هنجيب معاكم نزيل الضرر والأصابة الناس دي ونصلح العوجة عشان تاني الحاجة ما يتكرر. ويساعدوهم بالأسمنت وبالخرسانة لأزدادنا وناس المدفعية. الله أكبر. وأي حاجة جايانا تجينا عبر المدفعية دي، أي حاجة جايانا تجينا عبر المدفعية دي. بس نقول اليوم قدام حقنا يجينا عبر المدفعية دي. نعرف عبد المحمود دلوقتي. كلام ده
أيضا كان السيد حميدتي تحدث في لقائه حول ذات المسؤولية المجتمعية التي وعد بها البرهان سكان المنطقة وحدد رقم 2 تريليون. نشاهد جانب ما قاله حميدتي. اثنين الآن برضو المتحدث زوركم طالب متحدث باسم المنطقة طالب أن يكون في إعمار المنطقة. أن إحنا يا جماعة الآن الوفد ده بيتكون من وزير المالية ووزير ال 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 التنمية الاجتماعية ووزير الصحة ووزير الغرفة التجارية ووزير العون الإنساني. الوفد ده متكامل، لكن أن إحنا يا جماعة عشان نقدر نشتغل شغل استراتيجي شغل المناطق دي ما عندنا مانع. الثلاثين مليار البليون الكلمت أو الثلاثين مليار ما كثير للشعب السوداني، ما كثير للخيرين، لكن أنا داير أديكم كلام. أنا كلامي يا جماعة برا أخوان أحسن نكون واضحين يا جماعة. إنتوا هسي في محلية بربر أول ولاية شمال أو ولاية نهر النيل، إنتوا يا جماعة عندكم مسؤولية مجتمعية كبيرة جدا. وين المسؤولية المجتمعية؟ الذهب ده كلها في مناطقكم أبدا. أخلاص خلوني لا أتكلم عشان تسمعوني، خلوني عشان تستفيدوا من كلامي ده. أنا سألت من المسؤولية المجتمعية دي قبل سنة وين المسؤولية المجتمعية حقت الناس دي يا أخواننا؟ قالوا قاعد يتصلوا يا أخواننا. عشان كده أنا قبل سألت الوالي حتى الإغاثات اللي بتجي والمعونات اللي بتجي، هل الناس المتضررين في اللجان موجودين؟ الناس المتضررين ديت في اللجان موجودين؟ لازم يكونوا موجودين، لازم الدولة فاتحة الواطي الجمرة يا جماعة يكون موجود عشان أخواننا نبقى واضحين في الحتة دي. الحكاية لازم تقوم بوضوح، لازم تقوم بشفافية عشان البلد دي تتعنبر. الناس بتقيف معاكم، وإحنا معانا أخواننا في الغرفة التجارية موجودين، مفروض يكون رئيس أصحاب العمل يكون معانا، لكن لظروف أتأخر. فنحن دايرين منكم الآن بدأت ضربة البداية، لكن دايرين الشفافية، دايرين الناس اللي بيشتغلوا صح، دايرين الناس اللي بيخططوا صح. ويا أخواننا الحتة الحاجة دي الورقة دي تمشي في محلها يا جماعة، الورقة دي تمشي في محلها، الأمور دي بتمشي يا جماعة، لكن الدغمة سمتم يوقف تودي بلد لقدام. إذن كانت هذه تصريحات حميدتي حول المسؤولية المجتمعية. إذن رئيس مجلس السيادة أو القائد على القوات المسلحة يتحدث عن أنه والله المسؤولية المجتمعية وساق مبارك أردول وعد الناس باثنين تريليون، وحين ردا على سؤال المسؤولية المجتمعية ليعود النائب ويطالب الناس بأن يبحثوا عن المسؤولية المجتمعية، كيف تقرؤون هذا المسألة؟ ده قصدت له قبل يا أخو ياس اللي هو الشكل بتاع وجود نائب الرئيس من هذه الزيارة. بديت لك بالكلام بتاع البي بي سي ودي تكملته الشكل القبيح وللتنافس بين حميدتي أو على الأقل الممارسة اللي بيمارسها حميدتي ضد البرهان بهذه الصورة. حتى في البداية يعني هو ما شكر، يعني كان الشيء الطبيعي والتقليدي، وده لأي نائب مش أي من الرئيس أي مسؤول أول ما يجي يبدأ كلامه أول شيء بينقل تحايا الرئيس للمواطنين اللي يزورون. ما قال المسألة دي إلا بعد مشى في الخطاب بعد مسافة وجات السيرة بتاع جيد الجيش، بعد ده قال لهم نديكم التحايا ونقول لكم التحايا بتاعت الرئيس. المسألة الثانية التحريض الممارس بهذه الصورة، يا أخي تصور نائب رئيس يحرض مواطنين ضد مسؤولين في الدولة، يا أخي ما ممكن، يعني بصورة واضحة جدا. وفي جزء من الخطاب ما أعرف حجبوه ولا اللي بيتكلم المواطنين، الآن الزيبق في مع الموية بتاعتكم، أنا سمعت الخطاب، الآن الزيبق في الموية بتاعتكم وانت بتشرب الزيبق. وين المجتمعية ولا اسمها شنو؟ المسؤولية المجتمعية اللي هي تكلم عنها البرهان والتزم بموجب أردول بأنه يتبرع بمبلغ كده 2 تريليون. وعشان المسألة انتهت، يعني ده الرئيس جاء وقال المسألة دي وجاب المسؤول عن لكن ما شفافية من المسؤول. يعني هسي في أحد بعض المشاهدين بيقول يا أخي دكتور خالد، حتى في واحد يعني مهدي الشيخ بيقول دكتور خالد حاقد على حميدتي، عنده حقد على حميدتي، بيقول الكلام ده. يعني حميدتي الآن يعني ينقل الحقيقة للناس، يعني الناس بتجلس سنين طويلة يستخرج الذهب من أرضها ثم لا تجد أثر هذه المسؤولية المجتمعية. يأتي حميدتي يوعي الناس بأن بحقوقهم في 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 البلد وأن يطالبوا بما لهم. أول شيء أنا حاقد على حميدتي طبعا،
يعني ما في حاجه نبتر بالضبح من التاشه عشان اكون حاقد عليه والله حاجه بالشكل ده. المساله الثانيه انا مش الان، انا قبل ما يتم التغيير موقفي ثابت جدا في دوله محترمه تحترم نفسها عن ما يسمى باسم الدعم السريع. وتكلمت عن هذه المساله بكل شفافيه، وانه اي يعني وجود لقوة عسكرية لسلاح خارج القوات المسلحة ده معناه يعني هزيمة لهذه الدولة وهزيمة للقوات المسلحة، وهو ضربة لهيبة القوات المسلحة. ده الموقف بالنسبة لي المبدئي بالنسبة للدعم السريع. أما المسألة الثانية هي التصرفات الغير مسؤولة، يعني اجتمعنا الاثنين في أنه الدعم السريع هو عبارة عن كيان يعني على الأقل نشاز، ويفترض أن يكون جزء من القوات المسلحة وهو غير كده. وده اتكلمت عنه، حتى الناس اللي ورا هذه المساله تكلمنا بصوره يعني مش حميدتي بس، كل الذين كانوا سبب في هذه المساله. نعم. المساله الثانيه التصرفات بتاعت حميدتي بعدم المسؤوليه وعدم الخبره وعدم التعليم وعدم الادراك وعدم يعني حتى المؤهلات اللي ممكن تخليه يكون في مثل هذا الموقع. يا اخي ما ممكن نائب رئيس يجي يتكلم بصوره تحريضيه يحرض الناس عليه 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 علي ناس مسؤولين في الدوله الثانيه. يا أخي الكلام ده ممكن يكون في وإنت نائب رئيس، إذا أصلاً في حاجة زي دي أعمل تنفيذي، اتخذ قرار مباشرة، يعني أفصل الزول. نعم. يعني أنت كنت رئيس لجنة اقتصادية. نعم. أيوة مارس. أيوة. صلاحياتك. نعم. يعني نعم، لكن ما ممكن في لمواطنين ويتخيل التصرفات بعقيدة المواطنين في غياب هيبة الدولة الآن. يتخيل الممكن يحصل شنو كمية من التصرفات الممكن نتيجة لهذا الكلام، إنه كمية من الناس يمشوا يتصرفوا بصورة. نعم. المسألة الثانية برضها يعني أنت تقارن عندما في كلام البرهان بيتكلم بصورة واضحة جدا، يا أخي نحن أي حاجة جينا عن طريق المدفعية دي. مش كده؟ نعم. يعني نحن المدفعية دي خلاص عبد المحمود ده كان واقف اللي هو يعني الغايد بتاع المدفعية. تجينا الكلام هنا بصوره واضحه جدا، الشفافيه وتمشي وين وعندكم ناس، يعني زي كانه في تشكيك حتى في الجهات اللي ممكن تقوم بتنفيذ هذه المساله للاسف الشديد يعني. نعم. فده ما ده لا، ولكن كان بيقول لهم انا جبت لكم وزير الماليه، يعني جبريل. نعم. كان موجود يا اخي، لازم يقول لهم وزير الماليه ده هو المسؤول، ويقول بوجه الناس انه يسالوا الناس المسؤولين في حقه. وزير الماليه والله حتى يا حميدتي لازم اشنو، امبارح الرئيس كان موجود. مش كويس انه المسؤولين يتحركوا ويطلعوا من مكاتبهم، اللي يمشي لجهه ثانيه عشان الصوره متكامله يمشي لجهه ثانيه. ما هم رسلوا يعني مش الطائر حد مش المناجم. انا ما بقرا الحكايه دي مهما كانت. انا بقراها الحكايه دي في التنافس اللي يعني في تضارب. انت تراها تضارب بين اجسام مش الاجسام، بين حميدتي والبرهان. واصبح الحميدتي يمارس هذه المساله بصوره قبيحه جدا، وهي اللي انعكست بصوره سلبيه جدا على الدوله وعلى مجريات الدوله وعلى تكوين الدوله. لكن أليس من الجيد للمواطن ان يكون. نعم. المسؤولين يتنافسون في مصلحه المواطن؟ لا ليس بهذه الصوره والسذاجه. في ناس منكوبين يا دكتور، في ناس منكوبين. لا نقول لك لا سابوا تيز اوكي، لكن يا اخي ده الدوله موجوده واحد، ده كل واحد هيجيب من جيبه. ما هو من الدوله، والدوله دي في النهايه حاجه واحده، وزيره الماليه موجوده. لكن حمايتي معروف انه بيصرف من جيبه وصرف خارجي غير صرف. واحده من الاشكالات الموجوده في هذا الجسم الموجود الان. انا ما بفهم انه يكون في قوات مسلحه، يكون في جسم ثاني داخل القوات المسلحه يتصرف بصوره، يكون عنده هذه الامكانات ويكون عنده هذا المال ويكون عنده هذا التصرف. لكن القائد العام للقوات المسلحه راضي بالوضع ده للاسف الشديد. حتى لو تمت هذه المساله وهذا اللي موجود، كان يفترض لو كان فعلا في احترام لهذه التراتيبية العسكرية إنه يتتم هذه المسألة من خلال الـ 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 الأنظمة أو الجهاز الحكومي أو المؤسسة الحكومية، يعني ما يجي صار فيها حميدتي. نعم. ودي واحدة من إشكالات حميدتي، قال له كل المسألة مش كل المسألة، حتى تصرفاته المختلفة هي في النهاية مبنية على المصلحة الشخصية والخاصة بالنسبة لحميدتي. كل المواقف حتى السياسية منها، حتى موقف من المبادرات المختلفة الموجودة، أي مبادرة بتجي ما يكون محور حميدتي، وفي النهايه الوضع يعني تغلل للوضع بتاع حميدتي اللي بيكون فيه هو الى الان يعني على الاقل الرجل الثاني، لكن اذا جات الانتخابات تخليه يكون الرجل الاول في الدوله. اذا ما كانت هذه المبادره هو بتديه هذه الوضعيه، بالتالي هو بيكون ضد هذه المساله للاسف الشديد يعني. فالمساله يعني في نقطه ثانيه برضه. نعم. يعني تخطر يعني هو حميدتي في خطاب، يمكن ما حيسعفنا الوقت نعرض ما قاله في هذا الجانب. نعم. لكن يمكن في الكليب اللي قبل شويه ظهرت الحكايه ان المبالغ المطلوبه للاغاثه ليست كثيره على الخيرين في البلد. أيوة. ولا بد من. نعم. اللقاء. نعم. مع التجار. نعم. ولا بد من يعني تفعيل اعمال الخير والناس تتبرع وكذا. كيف نفهم مطالبه حميدتي للخيرين ب
يعني المساهمة في رفع الضرر. ونحن نتحدث عن أن البرهان وحميدتي مع لجنة التمكين سابقا يعني كانوا طرف مساهم في إغلاق قرابة 150 نعم. منظمة خيرية نعم. كانت تخفف من آثار نعم. نعم. الخريف، وإلى الآن لم يتخذ قرار بإعادة هذه المنظمات أو حتى تعريضها لمحاكمات أو تدقيق أو أي حاجة. نعم، وللأسف الشديد يعني واحد من القرارات الاثنين مع بعض البرهان وحميدتي في لحظة من لحظات الهواجس السياسية بتمارسها قحط، كل ما عنده علاقة بالعمل الخيري وكانت لي مجموعة من الناس أو مجموعة من المنظمات كانت والله إذا كان في الداخل أو إذا كان في الممولين بتاعنا من الخارج لا يبتغون بهذه الأعمال إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وحتى يمكن يكون كان عندهم رأي سالب جدا حتى في النظام السابق. لكن للأسف الشديد إنه الذي تم ولكل هذه المنظمة والأداء السافر لكل ما كان حتى في الخارج يعني حتى الأمارات يعني الأمارات إلا بعد ما اتضح الموقف بتاعها حتى بعد كده أصبح الصورة تجاه الأمارات تستعدل، لكن حتى إذا كان في منظمات وهذه المنظمات عندها علاقة بأي جهة خارجية، وأنا أعلم تماما إنه مجموعة من المنظمات كانت الميزانيات بتاعتهم يعني أضعاف الأضعاف الموجودة أول الرقم اللي بيتكلم عنه الآن. يا أخي أبسط حاجة كانت في منظمات في عيد الأضحى، وده كان أول عيد أضحى بعد الثورة، وكانت بتجيب الأضاحي وبتقسمها للمحتاجين. دي كان وقفوها تماما، أبسط حاجة للمحتاجين، ولم يكون هنا في بديل لتقديم للمحتاجين ويعينوهم في مثل هذه الظروف. وكل المنظمات تم حلها اللي هي كانت عندها وجود فاعل جدا في هذه مثل هذه الأوقات، والآن يتكلم عن الخيرين. فما ممكن يعني ما ممكن أنت يعني تعمل فعل معين وفي النهاية يعني تغلق هذه الأبواب وتجي تتكلم الآن عن الخيرين عشان يجوا يعني يسعفوكم في مثل هذه اللحظات يعني. نعم. يعني تبقى يعني هذه الأزمة ماثلة بيننا بين المكون العسكري، على الرغم من التأكيدات المتتالية من أن المكون العسكري على قدر رجل واحد. وهناك من يرد على مثل هذه القراءة التي تقدمها أن هناك تسابق داخل مؤسسة ما تسميه الرئاسة يعني أو حتى يعني بين حميدتي والبرهان بأن هذا التسابق متخيل. يعني احنا شهدنا بالأمس القريب أعياد القوات المسلحة ووجدنا حميدتي يجلس إلى جانب صنوف الأسلحة المختلفة داخل القوات المسلحة مثله مثل أي قائد يعني سلاح من أسلحة القوات المسلحة يخاطبه من قائد العام للقوات المسلحة البرهان، وبالتالي يعني لا توجد هذه التنافسية التي تحدثنا عنها، بل هناك قدر من التوافق وقدر من التطابق في وجهات النظر التي تسير البلاد حاليا. والله أتمنى ذلك، أتمنى أنه يكون في قدر من التوافق، لكن يا الأخ أويس يعني نحن بنشوف الأفعال وبنقرب من هذه الأفعال. يعني ما ممكن، أن المثال اللي ذكرته قبل شويه خطاب، وده ما يعني السودان كله سمعه والعالم كله سمعه، العالم كمان جزء من العالم احتفى به الكلام بتاعه في البي بي سي. نعم. واللي هو انه كل القرارات بتاعت 25 اكتوبر هي فشلت، وتكلم بصوره واضحه جدا عن الانقلاب اللي حصل في 25 اكتوبر. نعم. يعني هو يمكن ما تكلم عن انقلاب يعني عشان كان ده تدليس من قناه البي بي سي في وقتها في وضع العناوين، يعني هو لم يتحدث عن كلمه انقلاب، تحدث عن فشل اجراءات اوكي او قرارات 25 أوكي. اكتوبر اوكي تكلم عن فشل، ما ممكن يعني ما ممكن، انت نائب رئيس وانت كنت جزء مش جزء، كان على الاقل بداية الأزمة بعد ما تم محاولة الانقلاب اللي كان قام بها بكراوي في 21 سبتمبر، وكان الخطاب أول كان يعني مواجهة بين الحرية والتغيير أو بين محمد الفكي وبين المكون العسكري، كان خطاب حميدتي في دورة تدريبية كانت في منطقة المرخيات، خاطب هذه الدورة حميدتي وتكلم بصورة واضحة جدا عن الفشل وعن الحرية والتغيير وإلى آخره، وكل هذه الخطوات كان في اتفاق كامل بينه وبين البرهان لحد ما تم إنفاذه. فما ممكن بعد هذه الفترة تتكلم عن الفشل. نعم. يعني ودي ما قلت لك واحدة من الآفات بتاعت حميدتي بعد السياسي وعمق السياسي يعني ضحلة جدا. نعم. وللأسف الشديد إنه متفلت حتى عن مستشارينه. دقيقة. نعم. يا دكتور. نعم. يعني ضحلة جدا ومتفلت، يعني زول كان قائد للدعم السريع سنوات متطاولة، أدار
يعني حركاته في فترة التغيير اللي هي تغيير البشير بشكل يعتبره كثيرين ذكي، يعني أنه انتقل من قائد للدعم السريع إلى الرجل الثاني في الدولة، تعامل مع الإدارات الأهلية مشهد أرفور، استطاع أن يعقد التصالحات، خش في اتفاقية سلام جوبا، بيتحرك من الشرق إلى الغرب، يمسك بخيوط كثيرة، بيؤسس حزب يعني له، عنده لجان مقاومة بيقول تابعين له، في شباب شغالين معاه، عنده إعلام قوي، كل ده ويقال عنه تجربة ضحلة، يعني ليس فيها يعني ظلم للرجل؟ شوف أقول لك يا أخ ويس، يعني لو تكلمت قلت لي إنه رجل مقاتل أقول لك مقاتل، نجح من ناحية على الأقل من ناحية قتال ومن ناحية عسكرية أقول لك أوكي، يعني فعلا نجح في المسألة دي. لكن أي حاجة بعد كده الكلام وكل الصفات اللي تكلمت عنها واللي عملها دي كانت بسبب هذا الوجود وبهذا النجاح العسكري، لكن منذ 11 يعني يعني أبريل 2019 إلى الآن جيب أي كلام أو أي تصرفات أو أي قرارات الزر حميتي وشرحها وديها أي جهة من الجهات تطلع لك تصور كامل عن هذه الشخصية. يا أخي ما ممكن، أنا حتى على اللي قال في اللقاء الأخير ده الصورة اللي بيتكلم عنها دي المؤشرات بتاعتها ممكن تكون مؤشرات للذي تتكلم عنه أو يرد في سؤالك، ما ممكن زول يحرض مواطنين ضد مواطنين، يحرض مواطنين ضد مسؤولين في الدولة، يحاول يتتبع رئيس آثار قائده في 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 مناطق معينة وإلى آخره، هل دي ممكن تؤشر لأي نضج سياسي أو لأي ذكاء أو لأي مؤشرات إيجابية؟ ما بصور هذه المسألة واحدة. نعم. من إشكالة المشهد السياسي السوداني اللي هو هذا الوجود بتاع حميتي للأسف الشديد. نعم. يعني وكثيرين يعني كان كثيرين هم جزء في جهة هذه الشخصية في هذا الموقع، وآخرنا البرهان، يعني البرهان واحد من الأسباب الأساسية اللي خلت حميتيكم في هذه من غير مؤهلات. طيب يعني ممكن زول واحد يقول لك يا أخي أنت زعلان ليه؟ في واحد يقول لك كاتب لك أنت زعلان عشان شنو؟ أنا والله زعلان يعني عشان السودان، زعلان عشان السودان، يقول لك إذا كان البرهان هو راضي بهذا الوضع يعني للأسف الاثنين، أنا والله عشانهم الاثنين زعلان، عشان منهم الاثنين، عشان السودان ما عشان أي جهة ثانية. أنا المزعلني هذه الصورة البائسة في عدم التوافق من هذا العمل، مش التوافق بس، هذا الوجود وإدارة المشهد السياسي كله بهذه الصورة الذي أوصل البلاد لهذه الحالة. نعم. والآن البلاد على شفا حفر، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه على الأقل من المبادرات الآن المطروحة يتم فيها نوع من التوافق والناس يخرجوا من هذا النفق ويكونوا هم صادقين الاثنين. نعم. فأنهم هم هيطلعوا من المشهد السياسي تماما. نعم. يعني في 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 ظل هذه الأثناء هناك مبادرة الشيخ طيب الجد ربما تأخذ يعني حيز من النقاش، وصلت حتى فولكر كان عنده مقابلة مع هذه المبادرة مع الشيخ ذاته، وكان هناك تنوير صحفي يعني قاله مدير تنفيذي للمبادرة. دعنا نشاهد ما الذي قاله الشيخ هاشم قريب الله ثم نعود للمتابعة. وفي بداية الاجتماع قدم راعي المبادرة خطابا شرح فيه مضمون المبادرة والآليات التي ترتكز عليها والتوصيات التي خرج بها مؤتمر المائدة المستديرة، وبعد ذلك تم تداول حول العديد من التوصيات والنقاط المتعلقة بشكل السلطة في السودان، وكانت هنالك أسئلة تقدم بها دكتور فولكر عن هل هذه التوصيات ستكون توصيات مغلقة أم أن هنالك تواصل سيكون مع القوى التي لم تحضر المائدة المستديرة. أكدنا له بأن المؤتمر قد فوض اللجنة العليا واللجنة التنفيذية بإجراء المشاورات اللازمة مع القوى السياسية التي لم تحضر مؤتمر المائدة المستديرة، وستكون هنالك لجان للتواصل مع هذه القوى السياسية بغية الوصول لحالة واسعة من التوافق بين المكونات السياسية. وأيضا صرح السيد فولكر بأنه يعني على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وأن مهمة البعثة هي تسهيل الحوار السوداني سوداني، وأن هذا الحوار لابد أن يكون بين السودانيين أنفسهم، و
تحدثنا أيضا عن وصف الحكومة بأنها ستكون حكومة مستقلة، حكومة من كفاءات مستقلة، وقال أيضا في الاجتماع بأنه قد تحدث مع العديد من الأحزاب بأنه الأوفق للأحزاب الآن أن تعمل على التحضير للانتخابات وأن لا تكون جزء من الحكومة الانتقالية التي ستشكل يعني في الفترة القادمة. وقدم للسيد فولكر بعض الانتقادات من أنه يعني ليس على مسافة واحدة من كل الأطراف والفرقاء السياسيين، ويعني انتقده البعض بأنه لم يحضر إلى أمضوان بان ولم يحضر إلى مؤتمر المائدة المستديرة مع أن الدعوة قد قدمت له. وقال وبعض الانتقادات التي قدمت لبعثة اليونيت أمس، قال بأن بعض الانتقادات صحيحة وبعضها غير صحيح، ولكن هو يتعلم أكثر من الذين ينتقدونه، يعني أكثر من الذين يمدحونه. وقال أن يعني باللغة العربية الفصحى قال أن صديقك هو من يصدغك. وهذه يعني الانتقادات ليست كلها يعني صحيحة. وتحدث على أنه لا يمكن أن يكون هنالك انتقال سياسي دون أحزاب، ولكن كما أشرت من الأحسن أن تحضر الأحزاب نفسها للانتخابات، وأن يختصر حضورها في المجلس التشريعي لمراقبة أعمال الحكومة. وأوضح أيضا أن هنالك نقاط توافق بين العديد من المبادرات، وأن نجاح هذه العملية يتوقف على جلوس كل القوى الفاعلة مع بعضها البعض، وأنه يحترم بصورة كبيرة تاريخ الطرق الصوفية في حل الخلافات. إذن كانت هذه خلاصة ما دار في هذا الاجتماع. دكتور، هل بدأ فولكر يغير من توجهاته وطريقة تحركاته في داخل شرائح المجتمع؟ والله نتمنى ذلك، وأنا ما بفتكر أنه فولكر هو يعني البوصلة عنده، أو على الأقل يستخدم البوصلة في تحديد الاتجاه بصورة بحرية كاملة، لكن بفتكر أنه على الأقل الارتباطات الخارجية أو الذين أتوا بهم من الخارج فبيكون لهم تأثير كبير شديد يعني في هذه المسألة. ما في شك أنه هذه المبادرة اللي هي مبادرة الطيب الجد على الأقل أحدثت على الأقل توازن كبير جدا في الساحة السياسية، لو ما نقول إنها رجحت في 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 جهة، أو على الأقل الراجحة تجاه المبادرات الأخرى من حيث العدد، من حيث الاحتفاء، وإذا كان عدد الأحزاب اللي انضمت لها، إذا كان الطرق الصوفية التي انضمت لها، إذا كان زعماء القبائل الذي انتموا لهذه يعني من هذه المقاييس ومن هذه المعايير، أنا بفتكر الكفة رجحت لصالح هذه المبادرة. هذا ليس تبخيص في المبادرات الأخرى، يعني بفتكر المبادرة بتاعت التوافق الوطني إلى حد كبير جدا يعني فيها عدد محدود من نفس المكونات، إذا كان الطرق الصوفية ولا إذا كان القبائل وغيرها. وبفتكر أنه المبادرتين الآن المحدودات إلى حد كبير جدا، أو أصبح الهزال بتاعهم واللي هو كان بيدعمه فولكر اللي هي بتاعت الحرية والتغيير، واللي كان حاضر تماما في على الأقل الطبخة التي كان يعيد فيها في دار المحامين، والمبادرة الأخرى أو على الأقل الطرح الآخر للحزب الشيوعي اللي هو بتاع طرح التغيير الجذري. فأنا بفتكر الكفة أصبحت الآن راجحة في هاتين المبادرتين. وده بفتكر يعني كان له على الأقل استجابة من الخارج مقرونة مقرونة بتصريحات البرهان السابقة اللي هو بأنه يكون خارج من المشهد السياسي او هم هيكون خارج الحكومه. وانا بتذكر يعني مش يعني يمكن يكون امس والله قبله التصريح من الاداره الامريكيه بامتعاض وانتقاد للدور الاماراتي والدور الروسي في السودان، او على الاقل دور الامارات التي تسعى لتمكين او للوجود الروسي في السودان. وكانت الإشارة واضحه جدا بفتكر من الولايات المتحدة في هذا الجانب. ولا استبعد انه على الاقل يكون راس الصوت وصل لفولكر، وبالتالي كانت الاستجابة من فولكر، لانه يعني كان بصورة واضحة جدا في موضوع ما دعوه ما جاء في المائدة المستديرة، ما حضر.
الان جاء، وافتكر في جهه ثالثه ممكن تكون لها تاثير، واللي هو الاتحاد الافريقي والايجاد الاثنين مع بعض، لانه ال 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 التصريحات بالذات من الإيجاد والاتحاد الأفريقي بدعمهم المطلق لهذه المبادرة بتاعت الطيب الجد. وافتكر إلى حد ما حضور فولكر الآن واجتماعه مع الآلية إلى حد ما أنا بفتكر ممكن يكون مؤشر إيجابي، نأمل أنه على الأقل يتم التوافق بين المبادرات الثلاثة أو الأربعة مبادرات الموجودة. وزي ما السؤال اللي يمكن يكون يعني على الأقل أنا أفتكر كان يمكن تجريمي، لكن على الأقل إجابة على الأقل من الناس المسؤولين، شوف الفريق يعني الناس يعني يكون مدركين السؤال من فولكر، إنه هل هذه التوصيات هي توصيات مقفولة أم قابلة للنقاش؟ كان الرد من إدارة المبادرة إنه والله تم تفويض للجنة التنفيذية وأنها يمكن أن تتحاور وتتفاوض مع الجهات الأخرى. فأنا بفتكر الآن يكون في أمل على الأقل إذا قرينا من هذا الجانب، لكن أنا أعلم تماما كذلك من بعض المعلومات ومن بعض الأفعال التي تتم الآن بصورة كبيرة جدا في جهات لا تريد لهذا البلد خير، وحتعمل إلى حد كبير جدا لإفشال هذه المبادرات. ولا بقول مبادرة الجد هي مستهدفة من كمية من الجهات، لكن بفتكر إنه على الأقل إنه التقارب على الأقل بين التوافق الوطني زائد مبادرة الجد زائد الاتحاد الديمقراطي الأصل، ودي بفتكر ثلاثة كتل رئيسية وأساسية ويمكن يكون جزء من حزب الأمة. بالتصريحات الأخيرة اللي تمت من مريم، وحتى يعني يمكن بعض الناس حزب الأمة بيفتكروا إنه أو خايفين إنه في يوم من الأيام أو على الأقل في الأيام الجاية دي يلقوا برمو ناصر قاعد مع الجماعة دي البيغادي في هذه المبادرات. فده الشكل تقريبا بتاع الشبه إجماع. لكن يعني ما جبتني عن السؤال بوضوح، يعني نعم فولكر بزيارته هذه هل غير من نهجه الذي كان يعتمد فيه فقط على قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي؟ يعني ده تغيير حقيقي؟ نعم. ولا ده حركة تكتيكية؟ لا مش كده. أنا بفتكر إنه فولكر على الأقل الآن ده ما رأيه، قلت لك يعني الرأي ده من الخارج، وبالتالي يتبنى فولكر هذا التقارب. وأنا بفتكر إلى حد كبير جدا حتى السفير السعودي السفير السعودي واللي هو يمكن يكون أصبح الوكيل لواشنطن في داخل السودان. نعم. فأنا بفتكر على الأقل يعني كان حضوره للمشهد بتاع الدائرة المستديرة، وفي نفس الوقت يعني اعتذر عن عدم وجوده في مضو ومبان، وكان برر إنه لأنه كان عنده مواعيد مع رئيس جهاز المخابرات. يعني انت تميل لما قاله مناوي احيانا بيكشف بعض الاشياء، قال المطلوب الان فقط من المبادرات تتكتل في ثلاثه كتل، مجلس مركزي وتوافق وطني ومبادره طيب الجد، ثم تخلط مع بعض للخروج بصيغه توافقيه شامله. هي دي الذي يمكن يحدث، ومناوي صادق في المساله دي ويمكن يمشي فيها. لكن عشان زولك الكبير ده قال لي انت حاقد على حميتي، انا زول يعني متابع للمشهد السياسي واقرا وتأتيني كمية من المعلومات يعني. مناوي وكثير من المجموعة اللي كانت معاه كانوا في البداية وجهت لهم الدعوة من الطيب الجد، وكانوا موافقين. وفي يوم اللقاء بتاع مضوم بان اعتذر مناوي لأنه كان موجود افتكر ما عارف في دارفور ولا فيه، لكن هو كان من ضمن المسألة دي. لكن زي ما من غير ما أخش في تفاصيل أو على الأقل بعض المعلومات قد تكون صحيحة، أصحاب الأموال والذين خشوا أو زي ما قلت لك قبل إنه بعض القوى تفكر في ذاتها وإنه هذه المبادرات توجد لها وضعية وكل المكونات بتاعت الطيبة جد كانت بتستخدم بواسطة بعض الجهات وإنها تبني عليها. فالطيب الجيد أخذ كل هذه المكونات أو معظمها، اللي هو إدارات الأهلية والطرق الصوفية وبعض الجهات الشبابية وبعض الجهات المقاومة وبعض الأحزاب الطرفية. نعم، كل المسائل دي كانت في جهات بتبني عليها، لكن هذه سحبت، فبالتالي أصبح على الأقل الوجود إذا استمرت هذه المبادرة ونجحت الموقع على الأقل اللي بيحتل بعض الجهات قد يفقد. مش كده وبس، حتى استخدام كده يوضح بس الجهات منه معلش لا هوضح لك في الجزء الثاني.
بعد ما المشاهدين يعني بيشاهدوا، انا زي ما بقول الكلام اللي بقوله يعني نفصل فيه، وانا ما بقول كلام ساكت، انا بقول عن طريق متابعه وطريق معلومات. لكن على الاقل عشان اجيك بالنسبه للتوافق الوطني، مجموعه التوافق الوطني كلها دي كانت يوم اعتصام القصر 21 اكتوبر كلها كانت موجوده هناك بحركات المسلحه. الحركات المسلحه الان هي موجوده في مجموعه التوافق الوطني. قصدك الطرق الصوفيه وادارات الاهليه مع الحركات المسلحه كلها كانت موجوده في اعتصام القصر كلهم، الان بقى جزء منهم مع طيب الجد والحركات المسلحه زي فرز وكومو، فرز وكومو في التوافق الوطني. ودي واحده من زي ما قلت لك للاسف الشديد انه معظم قاده هذه المجموعات السياسيه الموجوده الان بيفكروا في اوضاع قبل ما يفكروا في مصلحه السودان. أيوه. وبالتالي هذه الحركات اللي وقعت واللي وقعت الاتفاق جوبا وبموجب اتفاق جوبا الآن بيحتلوا المواقع السيادية والسياسية والتنفيذية. إذا جاءت المبادرة بتاعت الطيب الجد ووسعت الماعون وجو كمية من الناس قد تفقد هذه الجهات الـ 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 هذه المواقع الموجودة فيها. وبالتالي يعني نشأ هذا الـ 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 الضرار ودن البخشة منه. لكن زي ما قلت لك لمصلحة السودان مناوي أنا ما عندي شك في أنه صادق جدا ويمكن أن يمشي، لكن على الأقل ما وراء من ناوي وجهات أخرى موجودة معاه إلى حد كبير جدا هذا التوافق. التوافق ده لو تم فولكر ما يكون عنده أصلا مكان. لكن مريم الصادق ذاتها طلعت وقالت أنه في توافق في قائمة ترشيحات، يمكن حتى أحد المشاهدين عبد الخالق إبراهيم بيتكلم أنه قائمة الترشيحات التي صدرت وإعلنت أسماء وكذا مدى صدقيتها، هل فعلا إحنا قريبين من التوافق؟ والله ما بفتكر انه لهذه الدرجه، يعني مريم تكلمت انه حتى يوم 17 وبابا الى اخره انه ممكن المساله دي تتم. انا بفتكر وحتى يتكلموا في تصريحهم انه والله ليله 17 ليله 17 يعني بفتكر انه حتى التصريحات بتاعتهم هي يعني بفتكر انه في عمل بيتم، في عمل بيتم. وحتى تصريح بتاعت مريم الجزء على الاقل بتفهم منه انه هذا التوافق قد ما يكون بالصوره المرضيه، قد ما يكون بالصوره المرضية، لكنه على الأقل توافق. ويعني على الأقل مريم الآن إلى حد ما طلعت من الدائرة اللي كانت مغلقة حولها من الحرية والتغيير الجزم المركزي، بخلاف البرير اللي هو الأمين بتاع الحزب ما زال موجود في هذه الدائرة، ودي واحدة من الإشكالات الموجودة في داخل حزب الأمة. يعني أنا بفتكر على الأقل مجموعة التوافق بصورة مجملة خليها كلها التوافق، إذا كان وطني والله، إذا كان بتاعت على السودان والله، كل والله إذا كان الاتحاد الديمقراطي، كل المسائل دي مع بعضها هي يعني قريبة من بعضها جدا، وإذا صدق النوايا يمكن أتم. لكن على الأقل في المجموعة الأخرى التي تعمل على إفشال هذه الأشياء، ودي ربما تجد هوى في بعض الذين يريدون تحقيق أجندة أخرى وعدم استقرار السودان وضياع السودان. نعم نعم. يعني خليني برضو أضيف لك هنا برضها من ضمن الـ 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 يعني الـ الوعي البدأ يعود، يعني في التصريحات بتاعت إبراهيم الشيخ اللي كان قبل يومين واللي هو يعني بفتكر كانت عقلانية جدا، على الرغم من أنه في كثيرين انتقدوا هذه المسألة، يعني تابعت هذه المسألة. في واحد مثلا قال بيفتكر أنه نفس الكلام اللي قاله إبراهيم الشيخ ده كان قاله في لغاء مع الطاهر حسن التوم، وعندما كان في السلطة ما 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 قال مثل هذا الكلام، لكن اول ما طلع من السلطه وقبيل كان عنده في اللقاء مع طاهر حسن التوم طلع من السلطه كان قال مثل هذا الكلام. انتقدوا كذلك الحزب الشيوعي، وكذلك انتقدوا ابراهيم الامين من حزب الامه، بيفتكر انه برضها كانت توليت ومتاخره جدا، ويمكن يكون رايه قريب من الراي بعض الناس انه كان يفترض انه يكون هذا. لكن في تقديري وانا بفتكر من الناس اللي كانوا داعمين جدا لهذا التوجه وقبلوه واحتفوا جدا الاستاذه سناء حمد، يعني طلعت على ما كتبته عن 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 هذا الذي صرح به ابراهيم الامين وابراهيم الشيخ، وانا بفتكر مثل هذا العقل هو المطلوب. نعم مثل هذا العقل هو المطلوب، والقبول بالاخر اذا ما الناس تنازلوا و يعني على الأقل المرارات. لكن تأجلت إبراهيم الشيخ إذا كان قالوا قبل كده وتراجع عنه وقالوا قبل كده وتراجع ما خلاص بعد ده ما خلاص ده بعد كده هي ما أصله ده بالمناسبة دي مشكلة البشر يا أخويس. يعني مثلا شخص يقول كلام مثلا في لحظة معينة فبعد كده كل زول وداخله بيكون انعكاس نتيجة رد فعل لهذا الذي حدث. أنا والله العظيم شفت سعدت جدا بهذا الـ 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 الاحتفاء بهذا الكلام بتاع إبراهيم الشيخ، ولقيت حسن إسماعيل كان برضو كتب في الجروب بتاعتهم احتفاء بهذه المسألة، فكتبت لحسن إسماعيل وقلت له يا أخي والله جزاك الله خير في هذا الرد، لأنه كنت بعرف المشاحنات
والكلام الدار كثير جدا بين 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 ابراهيم الشيخ وبين حسن اسماعيل. وبفتكر انه كان ممكن يكون فيه نوع من المرارات، لكن يبدو انه الاثنين كبار. الاثنين كبار، يعني بمجرد ما طلع هذا التصريح من ابراهيم الشيخ كذلك طلع التصريح من اللي شاهد بهذا التصريح من حسن اسماعيل. وبالتالي زي ما قلت لك كل ذول في نفسه ودي للاسف واحده من السمات البطاله الان الموجوده، انه الناس بتحاول تحاكم النوايا ما بتحاكم الأقوال للأسف الشديد. صحيح نحن بنحاكم الـ 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 الكلام بسابق الأفعال، لكن يا أخي أصلوا بسابق الأفعال الناس كلهم يعني نحن ما نعرف على الأقل في علاقتنا مع ربنا. يعني علاقتنا مع ربنا يعني لو كان أصلا نحن عندما نذنب ما عندنا تاني طريقة لأنه نتوب والله يغفر لنا ربنا كانت الكارثة حلت بينا يعني. فأنا بفتكر هذا هذه النظرة على الأقل في 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 نظن الخير ونظن الصدق فيما يقوله البعض إلى أن يثبت العكس ومنخسر حاجة يعني. نعم. يعني في أحد المتابعين مصر على سؤال يعني بقول أسأله للدكتور. بقول لك رأيك شو لو حيمتي سحب الدعم السريع ورجع لدارفور وخلاكم أنتوا ناس الحركات تحلوا مشاكلكم، ما أحسن ما تهين حيمتي كده؟ يعني هو أصلاً يعني هل هذا هو موضع النقد الذي تقدمه انت لطريقه حميتي كده زود يعني اخذها ناحيه كده شخصيه او قبليه يعني. للاسف انه يعني نحن نتكلم عن الشان السياسي السوداني، لا نتكلم عن الاشخاص الا فيما يتعلق بتصرفات الاشخاص فيما يتعلق بالشان السوداني. لكن على الاقل من ناحيه شخصيه انا حميتي ما بعرف من ناحيه شخصيه ولا عندي ما واحد اخر بيقول لك هل يعني هل انت بتشوف انه حميتي ده ما من حقه يمارس السياسه؟ اي زول سوداني عنده الحق في انه يمارس السياسه، لكن على الاقل بالطريقه اللي جاب بها حميتي بالطريقه الموجوده الان حكايه الدعم السريع وهذا الجسم اللي عنده تسليح، هذا التسليح خارج القوات المسلحه وخارج الناس يقول لك ده ما خطا الاسلاميين هم اللي عملوا ابصم بالعشره. الاسلاميين كان عندهم خطا كبير جدا وبالذات الرئيس عمر البشير كان له دور كبير جدا في انه في ايجاد حميتي. انا بعرف انه في مجموعه من الاسلاميين كانوا ضد هذه المساله. الرئيس وعوض بن عوف يتحملوا وزر هذه المساله الحميتيه. كان الفريق مصطفى عثمان اسماعيل مصطفى عثمان عبيد اللي هو كان وزير دفاع بالإنابة كان مكلف كان رايه واضح جدا في هذه المساله. مش بالنسبه للدعم السريع، حتى بالنسبه للدفاع الشعبي. يعني انت بتشوف انه حميتي ده يمارس السياسه يخلع بيزته العسكريه تماما يؤسس حزبه السياسي ويشتغل. نعم نعم. واذا كان ده يكون نائب للبرهان لازم يعملوا كمؤسسه متناغمه. نعم. مع بعض ما يكون فيها تضارب عشان البلد ما تتضرر. نعم. ده وجهه نظر. نعم. انت تعكسها. احنا ما باقي لنا دقائق. نعم. بسيطه يعني في الازمه السياسيه ايضا تصريحات كثيره يعني وجدي صالح انتقد تصريحات القوى الحريه والتغيير التوافق الوطني وقالوا انه لو طرحوا اعلان دستوري ده برضه من حركات فلول النظام السابق وانهم برضه تابعين لفلول. صدقي قبل برضه كان عنده تصريحات في هذه الازمه السياسيه ممكن نشاهد طرف منها ونعود للتعليق. مساومات دي تعبير عن مواقف بتاعت مصالح. كويس؟ ومصالح مختلفه، عشان كده الحديث عن انه في ازمه سياسيه بس ما صحيح. نحن في أزمة ثورية، أن تستمر الثورة وتنجز مهامة، عشان كده بتبقى مبادرة الشيخ ود بدور هي خارج نطاق اهتمامنا تماما، لأنه هؤلاء هم أعداء الثورة يتجمعون الآن تحت راية جديدة. لو نظرت من هم المؤتمر الوطني وحلفاؤه من جناح في الاتحاديين الديمقراطيين، جناحين الحقيقة في الاتحاديين الديمقراطيين وجناح في الشعبي وبعض الحركات المسلحة السابقة، يعني هي خلت السلاح ناس السيسي والجماعة دي اللي عملوا اتفاقات سابقة مع انه في شك في انه السيسي حمل السلاح في يوم من الايام او كان عنده تنظيم مسلح. المهم في المسألة إنه دين كلهم كانوا هم حكومة 10 أبريل اللي سقطت بانقلاب 11 أبريل وانقلاب 12 أبريل. هؤلاء هم من ثار الشعب ضدهم، فكيف يريدون أن ينجزوا مهام الثورة أو يحلوها؟ المبادرة دائما هي من يكونها الناس الموجودين في المبادرة ديل
قدم صوفية درجة كويس. وبعدين نحن ما عايزين نتكلم عن أشخاص، لو عايزين نتكلم عن أشخاص حنقول الشيخ الطيب الجد كان عضوا في المؤتمر الوطني، وإذا كان غير ذلك فليأخذني إلى المحكمة لأثبت ذلك. يعني نحن ما يغشونا، ما يغش الجماهير إنه ده تجمع لقوة الثورة المضادة عشان تهجم على الثورة. ومتخذين مما قالوا البرهان وهو منهم كويس، السيد البرهان هو منهم، هو من اللجنة الأمنية للنظام السابق، قال إنه القوات المسلحة ما تجيف مع ناس عشان يستقووا بها. يعني بمعنى يا قوى الثورة، يا شباب الثورة، يا لجان المقاومة، حتى يا الحرية والتغيير، ما تعتمدوا علينا عشان ننصركم. وهذه دعوة للحرب الأهلية. إذن دعوة البرهان هي دعوة للحرب الأهلية كما يراها صدقي كبلو. الحزب الشيوعي لا يرحب بدرة الطيب الجد، لكنه يتواصل مع الحلو ويتواصل مع عبد الواحد نور ويتواصل مع كل هذه الأحزاب لتغيير جذري في البلاد. طبعا هو صادق مع نفسه تماما كبلو والحزب الشيوعي، إنه طارحين الشغل بتاعنه هو التغيير الجذري. والتغيير الجذري ده يا هم يكونوا هم الحاكمين للسودان ده بعدديتهم البسيطة اللي ما تجيب لهم يعني دائرة، وكل عضويتهم في السودان ما يستطيعوا يفوزلون نائب واحد في دائرة، والسودان ده المحق المواطنة حقه وهم براهن، وهم بالتالي يتم التغيير الجذري حسب الفكر الشيوعي وحسب الأفكار الشيوعية وحسب ما يريدهم. otherwise هم يستعينوا بالحلو ويستعينوا بعبد الواحد وبتسعة طويلة وبغيره من الأدوات المختلفة عشان يفسدوا كل شيء ويبقى الوضع بهذه الصوره، يفرتقوه طوبه طوبه زي ما قال محمد جلال هاشم. نعم. نعم. وبالتالي انت ترى ان هذا كلام متسق مع توجهات الحزب الشيوعي، ولا يستطيع ان يقول لك دعوه لحرب اهليه. دعوه البرهان دي انه هو سحب نفسه عشان يخلي الناس تصارع وتعمل حرب اهليه. لا، ما بفتكر انه على الاقل هو يعني يمكن يكون في لحظه من اللحظات يعني على الاقل التجاوزات بتاعت المدنيين، وزي ما قلت لك قبل شوية اللي كان أصبح ما في كبير في البلد يعني والتصرفات والإساءات اللي بتحدث بصورة غير عادية. ودي بالنسبة للعسكريين حكاية أصلا غير محتملة. فبالتالي آثروا هذا الابتعاد إلى أن يتم الاتفاق، وإن شاء الله يتفقوا يعني. إن شاء الله يتفقوا وتفرج أزمة البلاد. شكرا لك مشاركتك معي في هذه الحلقة. وفي الختام أعزائي المشاهدين، أذكركم بأننا نسعد دائما بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم من خلال التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى في مشهد سوداني جديد بإذن الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.